بعد غياب 15 سنة عن التمثيل وعن الأضواء، أعلن الفنان يوسف منصور إنه راجع للسينما بفيلم أكشن جديد، والفيلم هيكون من إنتاجه وهيضم عدد كبير من الوجوه الجديدة. وقصة الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية لسيدة أجنبية اسمها أوبرا، واللي اتبرعت بأموالها لفصل توأم مصري ملتصق، وهيشارك كمان في البطولة الفنان لطفي لبيب. الفنان يوسف منصور في الأساس لاعب كونغ فو، واشتهر بتقديمه لأدوار الأكشن في أعماله السينمائية، واللي وصل عددهم ل 11 عمل سينمائي. كان أولهم فيلم العجوز والبلطجي، وبعدها قدم أكثر من عمل سينمائي منهم فيلم الشرس وقبضة الهلالي والبلدوزر ولا يعنف، وكل أعماله اتصنفت كأفلام أكشن رغم الانتقادات اللي توجهت له بسبب تنفيذ المعارك. واتجوز الفنان يوسف منصور من الفنانة نيلي، وقدموا مع بعض أكتر من فيلم سينمائي، من أبرزهم كان جحيم امرأة وميكانيكا وقط الصحراء، والحقيقة إنها كانت من أنجح أفلامه. وكان آخر أعمال يوسف منصور فيلم بدر سنة 2001، واللي قام بتأليفه وإخراجه وإنتاجه وبطولته مع ملكة جمال مصر إنجي عبد الله، وقدم يوسف دور الحارس الخاص لملكة جمال مصر. أنا إذا كنت دخلت في الإخراج فترة كان بناء على انه اما بنيجي في المحاولات اللي احنا عملناها، اما بنيجي نعمل معارك، مفيش مخرج في هذا الوقت كان بيعرف هنضرب ازاي. فبعد كذا تجربة نيجي عايزين نعمل حاجة، تبص في الاخر بتضرب في اللي بتضرب مش عارف ايه، تلات ارباع المعركة راحت عشان الكاميرا مش موجودة. فاعتقد دي اللي خلتنا عايزين نعمل، نوصل رسالة ونودي نعرف الناس ان احنا ممكن نعمل اكشن حلو او نعمل معركة حلوة. خليني اتكلم معركة حلوة. وبعد فيلم بدر اختفى يوسف منصور تماما عن الاضواء، وسافر وعاش في امريكا مع اسرته، وما ظهرش من جديد الا في صور حفل زفاف بنته ماجو سنة 2013. واحنا في انتظار الفيلم الجديد اللي بيرجع بيه يوسف منصور مرة تانية للسينما بعد فترة غياب. فاتمنى ارجعه الفيلم ده تاني، وابتديت احضر فيه. اما تتفرج على التحضير هتنبسط اعتقد، لانه انتوا في المجال يعني الفيلم كله معمول له ستوري بورد حلوه، يعني مخدوم كويس، متفرغ رائع. بنحاول نجيب الشخصيات المناسبه للادوار، مش معناتها ممثل اللي بنختاره دلوقتي ينفع على الدور. فابتدينا نحضر فيه، ويعني اعتقد في خلال 40-50 يوم هنبقى بنبتدي التصوير.